هلو مرحبا. هلو يو سبيك عربيك؟ هلا هلو هلو تحكي عربي؟ بحكي فرنسي لعاد، عربي بحكي. طيب نتعرف عليك. انا سمير حبايبة. سمير حبايبة من ايه؟ من الاردن مبين. من الاردن؟ شفت. اي والله من الاردن حبايبنا. والله ناكل في حبيبة عندهم، بيعملوا كمان اللي بيقولوا عم نعمل دعاية، نعمل كنافة. ها ما بده دعاية. اهلا وسهلا. ولا كيفك؟ تعرف عليك. مرحبا. منين انت؟ من الاردن؟ من عمان ولا الزرقاء ولا وينين؟ لا لا انا من السلط. من السلط والنعم، الله احسن ناس السلط، كلهم كويسين. طب اعطينا شهر هيك حلو بتحبه مشان نعطيك فلوس. تحب الفلوس ولا ما تحب؟ يا سيدي منون ما بحبش الفلوس. في ناس ما تحب الفلوس. تحب الفلوس ماشي يلا. هات لشوف. اعطيك شهر؟ اعطيني شهر. يعني بس شنو؟ شهر خمسة. خمسة حلو. خمسة. شهر حلو مايو. أي يوم؟ أي يوم؟ ستة خمسة. ليش؟ نعم لأنه بنتي. طيب اسمع، مولود بشهر ستة خمسة. والله بس في حدا أخذه للسؤال، راح السؤال. أعطينا وأي يوم تاني. طيب يا سيدي هات. تعطيني 26. ماشي بنعطيك 26. ليش؟ كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله تكون سنة كريمة على الجميع. عندي سؤال لكم ب $5,000 جائزته $5,000. السؤال بيقول ليش نحن منقول عن السنة انها كبيسة؟ هل لانه واحد نعمل فيها كبيس، او اثنين لانه نحن بناكل فيها كبسة، او ثلاثة لانه السنة بتكون مؤلفة من 366 يوم؟ فان شاء الله تربحوا. انا قصي خولي. ها كبسة كبيس ولا 366؟ ألو ألو ألو. الجواب هو ألو. يا ابن الحلال احكي لك شي كلمة. شو الجواب؟ الأول 366. هذا الأخير بس ماشي الحال. صح من عندي، صح قبل ما يطلع. صح 300. معقول الكبسه والكبيس؟ طيب اعطينا شهر ثاني. $5,000. $5,000 حلوين. كم دينار بيطلعوا هدول؟ شهر ثاني اعطيك 8. 8 اي يوم؟ كمان 26. 8 اشمعنى؟ شو قصدك مع 26 انت؟ الولد الثاني مولود ب 26. الله يخلي لك اياهن يا رب. أي متحف افتتح أبوابه بعد الإغلاق العام في نيويورك؟ في متحف المشاهير ولا متحف الفن الحديث ولا متحف الشمع؟ اسمع شكلك زلمي حباب. كمان الأول. لا لا معلش معلش روق شوي روق شوي روق يا. طيب أخذ $5,000. ها طيب المشاهير أحيانا يعني الفن الحديث لطيف. الفن الحديث. الفن الحديث له عن جد. وصح. تعرف قد ايه صار معك هلا؟ ما بعرف. صار معك $8,000. $8,000. اعطينا هيك زغروته من البيت اللي قاعدين حواليه. يلا ها زغرتو. ايه زغرتو. يلا. ليه ليه ليه. ايوه. زغروتي احسن من